انطلاقا من منتوجها الوطني تشق الجزائر مسالك التنافسية الاقتصادية بكل ثقة بإيقاع يبشر باستعادة مكانته تدريجيا جودة ونوعية في الأسواق الوطنية والعالمية وفق رؤية وخطط ميدانية منتهجة لبناء اقتصاد قوي ومتفتح يستعيد فيه الشباب أصحاب المؤسسات النفس ليتحرروا داخل هذا الأفق. وبين السيد الرئيس والشباب تحمل الكلمات أكثر من معانيها بلغة صريحة ودعم كامل لكل الكفاءات أينما كانت. إسماعيل حجاب، كنت أخدم في الخارج، عندي 15 سنة خبرة في المجال التقنيات المالية. جيت في 2020 أسست شركة ناشئة مع وزارة الشركات الناشئة، والآن طورنا أول حل يعني ديفلوبي هنا في الجزائر بقدرات جزائرية، وهو تطبيق بطاقات بملامسة بغير ملامسة. وجدوا روحكم، نعم، باسكو با باسي لا كارت بريبي اكزاكتو تاع نفطال. وجدوا روحكم، رانا واجدين بور توت لي ستاسيون نفطال ان شاء الله، اي كومبري عين صلاح، اي كومبري برج بنجي مختار، اي كومبري تيمياوين، لا ويا ستاسيون. Il faut qu'on ait les moyens hadou, de vérifier la carte prépayée et d'encaisser le tarif les radin fait on va le fixer. Le هدف رانا نخرجوا من السوق الوطنية للسوق الأوروبية، وعندنا الآن مستوى الله يعني التقنيات في. C'est du point de vue du prix vous êtes concurrentiel, c'est très concurrentiel. هكذا هي الرؤية ماضية لتعزيز المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الجزائر مؤخرا، وهو ما ينطقه الواقع وبالأرقام ما يجعلنا نلامس الأفق المسطر للانضمام إلى مجموعة البريكس التي تضم الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم. الإرادة قوية لتحقيق قفزات اقتصادية في مستوى التحفيزات والطموحات. نهضر مع الالكتريسيتي، نهضر مع الالكتروميناجي، تو سكي نوبل نتوما نبغينا سنة 23 الجزائر تقفز قفزة نوعية اللي تخليها تدخل البريكس بار غران بورتاي سي فو. مقومات الاعتراف المعنوي والدعم المادي هذه لكل الشباب أصحاب المؤسسات تؤشر على معادلة جديدة أساسها معايير الكفاءة والتحدي والإنجاز. من خلال زيارة الرئيس الجمهورية في افتتاح المعرض كان صارم في مجال التصدير. بالنسبة للسوق الإفريقية لحد الآن رانا في مفاوضات مع 7 مستثمرين، نقدر نعطيك مثال موريتانيا، كوت ديفوار، سينيغال، تونس الجارة، وهذا من أجل تعزيز التواجد تاعنا في هذا السوق. عندنا نسبة الإدماج تقدر توصل حتى 80% في بعض المنتجات، ورانا نغطي 80% من احتياجات المواطن الجزائري. في السوق إفريقيا الجنوبية وين كان عندنا خزانات للبطاريات اللي يستعملوهم في واحد المحولات خاصة، ولكن مع تطلعات والبرنامج رئيس الجمهورية فيما يخص منتوجات مصدرة خارجية رانا متشوقين باش نصدروا منتوجنا خاصة لإفريقيا عن طريق الشركات الوطنية، مثلا سونال غاز اللي تحكم مولدات كهربائية كبيرة، هي تكون لنا كضمان. الحاجة الأولى احنا مؤسسة كمؤسسة صغيرة، وحنا نرافقها في المنتوجات اللي تخص المجال الكهربائي. الطاقات الإنتاجية المتوفرة تعطينا يعني الإمكانية والقوة على أن نصنع محليا وليس نركب. نؤكد على هذا أننا نصنع محليا ونعمل على رفع نسب الإنتاج إلى أبعد الحدود. كل هذه الطموحات تعكس واقعا اقتصاديا منتعشا يعبد الطريق للتوجهات المسطرة لبلوغ الأهداف دون عقدة، حتى يتموقع المنتوج الجزائري في الأسواق العالمية.